فالحمد لله النتائج كانت جد إيجابية والنتائج كانت تاريخية، حيث أن المغرب حصل على 15 ميدالية وتحطيم رقمي قياسي عالمي وتحطيم رقمي قياسي بارالمبي، فاحنا جد فخورين بهذه النتائج. كذلك احنا جد مسرورين وفخورين بالبرقية ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهذه البرقية اللي تتكون غادي تكون مصدر اعتزاز وافتخار ومصدر ديال انه غادي تحث الرياضيين باش يزيدوا يشتغلوا ويتدربوا، لا الرياضيين الحاليين ولا الرياضيين الاخرين اللي ممكن ان شاء الله في المحافل الدوليه الكبرى باش ان شاء الله دائما نرفعوا الرايه ديال الوطن، وكذلك نكونوا عند حسن ظن سيدنا الله ينصره ويرحمه حسن ظن الشعب المغربي اللي ازرنا في هذه المشاركه ديال الالعاب البارالمبيه باريس 2024. لا تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.